انا غير كنعاود لكم باش يستافد بنادم. يجلس يتصنت ويروى. سمعتي ولاد الجريمه ترواو القجام فين غادي؟ اما الا ما رويتيش القجام مشيتي فوندو مشيتي تقلب على الفاني. غير البارح تلاقيت بنادم قال لي واحد عطاو 10 سنين على التليفون. غير البارح تحكم لهم ب 10 سنين على التليفون. باش غنزيدكم هذه المعلومه اسريك الويف يا ولاد مسلم اللي كتبغيو ديروا المشاكل. قال له هاك بغيتي الجوان ها واز هو تمطع الجوان وكيعطيه بكلا طراق غادي يضرب لك خونا تقيدر شتات غنبقى نمشي للحبس انا على حميد الزابر على الفان كيحماق بقوت سويس الحبس كيحماق بقوت قوت الكراج قيس قال سمع حتى قلت له غاتشوفوا قال لي والله ما تمشي تتغدى معايا العقليه ديال الرجوله ود الحباسه والعقليه ديال الموسخين دايره ود الفعل الله يعطينا مع امك ولا هذا وكتطلل طلل لك بنادم مصر الله مع امك قال لي هاك بوزي حتى انت مع قال له بغيتي صاحبي قال له شو ما بوزي صاحبنا وكيعطيه قنوط طلع في امه قلت كي داير عطاه في امه قنوط السبب داك الشيء كامل اخوتي دابا بخلاصه تلقاو السبب داك الشيء كامل هو الشراب خوتي. السلام عليكم كما العاده معكم عز بوزي راكم عارفين اللي ما مابونيش مع اخوكم عزيز بوزي دخل ابونا تغيميسا ديروا لنا جيمه ولاد الجريمه جمجمو جمجمو ولاد الجريمه ابنات الجريمه جمجمونا اكتبوا لنا كومنتار زويون بحالكم حيت نتوما زويونين وانا كنبغي الكومنتارات ديالكم المزيونين. نبداكم قوي الصد الله النبي رسول الله صنصول يا ولاد الجريمه عاوتاني نصار واحد القصه فريده من نوعها. رواو معايا رواو معايا فاش خليناها خليناها مني خرجنا من باب الكراج باب بوركايس جنا عاوتاني ترك ترك مي هاد الله والمحطه محطه الله والنبي رسول الله درس ايه قلت شو بوزي كان غايب شي هباء المنصورة واحد الخارب ما دايروش كان غيتكب فينا. الله يسر مع الله يحفظ اخوتي راه البلا كيتسلط على بنادم والله الا البلا راه كيتسلط شحال من واحد كيكونش داير واحد الحاجة كتكب فيه. ما عليناش خرجنا خويا قبضت الطريوقة المحطة طلعت لك ركبت هاد الله بن سودة زات بن سودة طويكسي عاوتاني داخرة بيضة لاكار جاي كنقول ايه بوزي كان غايب شي غراق نزلت في لاكار لاكار قلت نمشي على رجيلاتي شي شوية نطلق رجيلاتي من لاكار بقيت غادي ترك ترك على رجيلاتي من الزا كتشوف هنا كتشوف هنا كتخدر عويناتك حيت راك في الكراج يا الله والملعب ديال الحسن الثاني دير نصطاد الكره قلت الله غندخل نشوف شنو كاين شكون اللي كيتريني وشكون اللي دخلت طليت كيت عباد الله قال غادي كتسبق كيتريني تما الدريبلين كيسبقوا الناس كبار صغار عاد جلست شويه في التالي وليت خرج على باب التيراب شديت لك الطواله عاوتاني شويه بقيت واحد الطوايق ساكن شويه ديال فين غادي قلت له باب مفتوح مرحبا طلعت ركبت زاد وصلنا الباب مفتوح قلت له غير زيد شي شويه زيد زيد الميزان قال لي هذا ماشي مشكل زيدني الميزان حطني شحال تما قد القد هاك سمح لنا الله يرحم الوالدين ها هو تما الشوينطة الشوينطة كندخل لك على جنان مولاي اسماعيل دري وليا تما صحابنا وضاربين معانا الحبس العمر راس العار الرجال دري عالسلامة خويا عز عالسلامة بوزي بخير لاباس يسلمك غادي عالسلامة بخير لاباس اجلس حدانا تمرني عاد خارج خصكم سنين نهود شوف الشيبانية والشيباني الرداء والوالد راه دابا الحباس كيقول الشيباني والشيبانية ما عليناش كنتكفح في الحدورة ترك 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 تلقى ايوا المعلومة فين كنجلس في الحومة
دخلت السلام عليكم مع السلامه خويا عزيز على السلامه سلمت على هذا الدريوري هذا شرب شي قهوه صاوبنا شي قهوه اخويا تاع الصلاه شي ديما كنتبلغ انا وياه الطويبيه مولا وليدات كنقول له الشعار ديالك كيقول لي العكاس الشعار ديالك النظافه كنقول اش موسيك باك وانا وياه الطوبي كيقول لي على العكاس والنظافه قلت له صاوب شي قهوه العكاس الضحك سوا بلي مسكين الله يمراس له عند وليدات ايوا كسوا بعدا في الكونطوار ديال القهوه الزيت صح هذا الدري ولينا يا خويا عزيز السلامه بخير الدري ولينا اللي كيلعب الرامي اللي كيلعب البلوط اللي كيلعب الروندا اللي كيلعب الباتشيا اتلاس كنساو مع الدري ولينا شي ساعه ونص ما قال صافي راه باين غنمشي غنمشي غير الدار غنمشي نخرج للقهوه قلت خليني جالس مع الدري ولينا عندي عندك عندي عندك طويبيه والضحك نهضر فين كتسول على الدري ولينا ما كيبان لكش فلان فلان راه مسافر كيبان لك راه خدام على راسه تسول قال لي دير عقلو اللي ما دايرش عقلو باش كتعرف شني رايج في التيران سي اسمي عبد الله الخيمه ما العاده صافي كنت كندخل بحالي راني كنت غير في الزنقه وخرج بحالي بيت في الدار وخرج ما قال لا لا سلام انت مع هادي لا دخلت والده بخير بسلا يدي راسها بخير لاباس الخوادر هي سلمت عليا خوتي راه في الخدمه الوالد راه في السوق بس كنساوت شو شويه وخرج فين غادي قلت لها فين غنمشي امي غير نطلب غير القهوه كانت ساعه القهوه ما غتساليش منها ما تنوضش تخدم على راسك قلب على خدمه راسك ولي الصنعه قلت لها امي صافي دابا يا عبد الله عاوتاني القهوه اسف القهوه كاس كاس كنساو مع الدراري زعما قلت الغدا ما تغديتش في الدار مابغيتش نطلع للدار نتغدا عاوتاني تغديت في القهوه مع الدري وليا تمايا كل واحد ضحك عليا دوزنا العشيه ما بغيتنا نشرب لا والو دخلت بالعشي بالليل قلت الوالد ناعس كينعس بكري خوتي مازال واحدين بخير لاباس كان قيت كنتفرج كنقول شنو ندير شنو ندير يحن يحن ويفتح باش غتجي معاه معاه دابا نديرو لهاد الجريمه معاه معاه انه ما سي هذيك لا الطاقه كنخرج خرج حميد الزاهر ني مفني صاحبكم ودمونتي فيكم خارج مفني شني غايدير شني غايدير شني غايدير اهو غنبقى نمشي للحبس انا على حميد الزاهر على الفاني الا مشيت سرقت درت شي عمليه غيولي واحد اخرين يسرقو سميت بوزي غنولي نتكرس تسوى نمشي جنايات تسوى غير مع بالي كنهضر راه بنادم كيحماق بقاو تسويز الحبس كيحماق بقاو قوت الكراج خلاص كيف قال الدرب ديالي شغندير 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 بوز بالي واحد الدريري فينا فلان بخير لاباس اخويا بوزي هذاك واش ما خدامش و تصنع انا ما خدامش هاد النهار اخي عزيز قلت له الله خايب شوف تلقاو جلينا قال لي فين ماشي دويره للمدينه نشوفو نشوفو المدينه عاوتاني كي دايره تساروا شي شويه و دخلوا للقرويين ما الله يعفو علينا الله هكا قلت سهل خلي يضحك الله اخي عز شي نعم سهل ترك ترك غادي كنساعد انا وياه قولها وضحك عليا قولها وضحك عليا من هنا لهنا عاوتاني كنت خضر من عويناتو هودنا زدنا على بين المدون دخلنا لدار الطباخ باقي الدريوريين عاوتاني ولاد الحومه تما خدامين على السلامه بخير لاباس يا الله بو طويل بو طويل كندخلو للجامع القرويين الناس الصبر ديال راك عارف انا غادي نخرج بالصبر هاي الصبر ديال الزيزه في يدي شوف الجامع الناس كتقرا القران كل واحد شنو جالس كيدير كاين اللي جالس مسكين كيطلب الله قلت يا ربي ما تعفو عليا من السرقه ندير عقلي تايا انا يا غير مع نفسي ملي كنتمو خالد قال لي يلاه خرجنا تقيش لها الصبر ديالها دزت النجارين عند واحد العشير كان معايا في الكراج فين اخاي بوزي بخير لاباس ناض مسكين على الشليوه جا منا جوج شليوات جلس شي شرب شي لعيبه الله تتشرب كاع شي قهيوه شي جوج قهيوات موين اذا جابو الطبيله مسكين باب الدرب ديالو لقينا نويا على الباب قيس قاس مع التاني قلت له غاتشوفو قال لي والله مات مشيت تتغدى معايا اخي خليني والله مات مشي خايب بوزي عشومه يا الخير قلت له
قاعدين هناك تساعدوا انا بيا الدريوري القياده اللي كيدي النصارى ما كيضبر على راسه بس كيسحفر على راسه. هو دابا الدريوري هذا واخا له مشكل تما مع بنادم دابز معاه مع واحد الدريوري ولاد الشابي هو واحد وكيجيب بنادم صحابو ديما. هذاك خونا اللي قلت لكم انا دار 12 عام د الحبس ما غيتساوى بالحبس مي كراو تساوى كيقلب غير الكحله ما عرفت حتى لعبه مع داخل داخل ان جا عند صاحبي نشوفو نسمع غتصدي معاه تصدي انا اللي كتصبر الله تصدينا هذه اشني نشربو انا راه فيا ما نشرب قال لي راني مفني نقدر اللي معايا قلت له راه ما غير كيشرب ما والو قال لي غير قال لي غير جلس اخي بوزي لي قلت له الدراري قلت له فين نشربو هنا الشارع قلت له المخزن هو كيدور هنايا دري قال التوريس قال لي ندخلوا لواحد السفلي عند ندخل مع ديور كبار تما الرياضة سكين ديور كبار واحد السفيلي انا وياه ديالهم جلسنا صيفط مور الهروي الشراب جاب قطيعه جاب اللعيبات مزيانين بكي هاد الكارون ما كنكميش كيكمي هو كيكمي جاب الجوانات بلي اللعيبات لقينا راسي كنتعاودو عندي عندك عندي عندك على ما يجي الشراب جا الشراب قال لي ياك خويا قلت له ما فيا ما يخوي قلت له ياك بنساي خسر القرعات دروج الاولى بقينا عندي عندك الموسيقى كلها ضحك عليا الثانيه بدا يسخن الراس قال لي اخي بوزي قال لي فوقاش خرجتي قلت له راني عاد خرجت انايا قلت له شحال باش خرجت قال لي دير شي 4 شهور اخي عزيز قال لي باش خرج وانت في التالي قال لي ضربت في 8 شهور قال لي راه قلنا لك كنا كاملين شي 4 شهور باش خرج اش كدير دابا اش كت كتمشغل ما كتمشغلش قال لي راني غير جالس اخي عزيز وراني كنبوقر من عند القياد ما كيتبع القياد كنت شفار بحال دابا دا شي لعيبه تما كيتبعوه كيعطيه الباي ديالو قال لي هادشي اللي كندير اخي عزيز قلت له راك كتبيع جوينات هنا قال لي شكون اللي خلاك انا كنجبد له السعر قال لي شكون اللي خلاك قلت له حومتك وصايل فيها ولعبها وكتقول لي شكون اللي خلاك قلت له واش انت مريض قال لي غير بوزي انا خرجت وانا كنتحار قلت له مع مين قال لي مع فلان فلان كان اللي يجي مع الدريوري انا قلت له هذاك راه ولد الشابي صاحبنا وخونا ضرب معنا تا هو الحبس قلت له دبز معاه تا هو ضرب لعب خونا بصاحبنا قال لي خايب بوزي واحد النهار واحد خونا دا واحد القرده بالسيره وكان هو معاه مشيت انا قلت له انا بيا بقى كيتفيكر عليا قال لي ضربتو لراسو غير ضربتو لراسو بونقشه شيرت عليه قال لي بديت لك خونا داك المصيريف قلت له حشوم انا قلت له ني هكا انا داك المصيريف ما تشير عليه لا بمضرب والو وصاحبنا ودعوهم تصيف ولا دار معايا الحبس راه دار معاك سنه الحبس ودعوهم تصيف حشوم قلت له عند الجارين هلا الشابي راه غير كتخرج غير دريب قال لي عمي عايز قال راك عارف ما بقى كيهضر معايا بالخضره راه نضرب الحبس مريض ضرب 12 عام د الحبس قلت له دابا شنو قال لي راه ديما كنسحار معاه اخي بوزي قال لي بالله قال لي بالله قال لي غنمشي لعندو قلت له شنو غدير ما تمشي لعندو ما يمشيو لعندك ها حنا كاسيب العجب اخر تهضر معانا بضرب الرجول حيت انا كيمرق مني ولا ضرب معايا الحبس فيالا بقينا جالسين على الهروي طرا ما جا حتى واحد درت شي 10 د الليل ما جا حتى واحد قلت له نشوفو انا راني بالله كنطلع بحالات يا اخي صافي مع الدريري ما يطلبش خطر يصبح خدام على راسو اخي عزايا قلت له هاد الوريقه د 10 قال لي شد هادي بقى واحد المريد ثلاث قال لك صاحبنا قال له يدي هاد واحد الجويرات قال له غيهزهم قال له الاخر لا قلت له غيديرهم في جيبك صح من الاخر شدت لك العشيره تمنينا طاح مدينا على رجلينا ترك 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 يا الله الطويل دازت يا مات كنت كنهود انا لعندو بس جالس غير في الحومه الحومه عاوتاني شنو بغيت كندير ما غنطلع نسرق حتى شي حاجه كنتسنى غير الخميس يجي ملي كيجي الخميس الدريوي كيتخلص جي الخميس برف 1000 ريال ولا 40 درهم كنصيفط مور كارطه كنصرف الاخرى دراهم وعشراوات كنعطي للدريوري كان بحال 400 كنصرف كنقول له ها كارطه شبوها قمروا بيناتكم باش كيطيح البر كيجيو الدريوريين كيجي كيقال لي اسا من شوب كيجلس كيجلس الاول الثاني الثالث انا كتولي العيطه ب 1000 فرانك ولا ب 400 كنجلس انا كنقص كنقطع داك الدريوري اللي دا شي بصيريف هاد داك اللي كنعطي نكبتو الميس وكنجلس انا عاوتاني كنقطع طرق طرق ديما معايا واحد كيقابلني
هاد القمر خصك ديما يكون معاك واحد كتكون كتقطع تكون بين 20 ولا 16 ولا 15 ميسا صاحبك لابد بحال الا شمت فيك كتقتل واحد ما كاينش له دور وكتطول له يعيط شكون اللي بغى برا شكون اللي بغى داخل على عيطنا على عيطنا هذا هو القمر. المهم هذه هي اللي وليت كندير عايش بالقمر الشراب داز واحد ديامات وداك بنادم ها هو جا كيسول عليا في الحومه فين بوزي فين فين قمر عمي عزيز محمد يا فين كبر بيا في حومتي وخصني نكبر بيت انا في حومتي راه ما جاياش شوما شط الراجل مشيتي عنده وغدا دخلك للدار وسكرك وسميت غادي عطاني ورقه ديال 10 عطى الدري هاد المريض ثلاث والطرف شوف فين بخير لاباس محمد ها جلس جلسوا في الدرب الشليوه شرب شي لعيبه قال لي قلت له نوض يلاه نمشيو للقهوه نطلع دخلنا للقهوه جلسوا هنا في لاطيراس قال لي هنايا جلسنا قهوه جبد زوينات برمزه واحد جوج دريوريين فين عمي عز جلسوا حدانا بخير لاباس جاب العشيه بخير لاباس انا قاسين قلت له انت هنايا عيط لواحد من داك الدريوري داك جوج اللي جا لازم نقول لك بسم الله ما هذا حنا حنا مسامر حباسه راه باين السربيس لازم نقول لك انت مصيريف دورت على الدرب قلت له غتمشي للديبو انا ما عارف قلت له في البلاصه تمشي للديبو تجيب 20 البيره وتجيب جوج ويسكيات انا مصيريف قال لي صافي خاصك قلت له على الدرب نتا كاع يا هذيك وليت جلس حداه بقينا كنتعاود انا ويا عندي عندك عندي عندك عندي عندك قلت له نشربو قال لي ها نشربو بغا يدير الدي في الجيب قلت له يخليك قلت له راني صيفط تموس الشراب هو يجيبو لنا الدري قال لي والله الا لاحقت بيك من عيطتي له قال لي لا عرفت كتصيفط تموس الشراب قلت له حشومه قلت له انت كبرتي بيا هذاك النهار انا ما نكبروش بيك قلت له اذا انا ماشي رجال راه الراجل راه هو عندي عندك وثاني ما كانش عندي راه خلا نمشي نسلفها ولا هذا ولا ندير فيها المونسيف ونجي ونعنى بك نجيب لك الشريبه نجيب لك اللي بغيت قال لي لا حشومه خي عزيز قال لي نسايا راك خويا معز عليا فاركي الطعام في وسط الحاب شنو دار ندوزين يا هذيك يا هذيك بقينا جالسين كنتعاودو انا وياه هنا باش تعرفوا اخوتي العقليه تبدلات العقليه ولات اجراميه وليت ما كنتلاقاش مع بنادم بحال مول الدار ولا ولد عائله كنتلاقى غير مسالين غير حباسه غير مسخط في عقلهم غير مسخين في عقلهم انا مسخط وتسخط في عقلي واش غادي نمشي غنجلس مع واحد اخر انا كيقرب للجامعه ولا ما يجلسش معاك قال لي انا شفتك مع من شبات هذاك حباس هذاك ميكرو شي اللي كيعرف بنادم المهم بقيت عندي عند المعاوده ساكت توقف الطواكسي قبالت القهوه كينزل الدراري هز شويه كشويه في الهروين قلت لك الدريري قلت له طلع لواحد البلايصه فين اخاي بوزي قلت له السطيح ديالنا السطح اللي حداه قلت له غطلع من باب الدار ما طلعش من باب الدار ديالنا قال لي صافي قلت للبنادم قلت له يلاه تقعد قلت الدريري جالس معنا واحد الدريري قلت له هاك سير جيب قطيعه غير بيني وبينه قلت له جيب قطيعه وجيب لي هاد الكارو وجيب ثلاثه الكاسكروطات هو الماس هو الماس باش قطاو الكار المهم راه خليوش الراجل يجبد حتى 4 دريال من جيبو حيت بنادم نظيف جي عندك ضيف ما تخليهش يجبد حتى 4 دريال العقليه ديال الرجوله ولاد الحباسه والعقليه ديال المسخين واش رويتو الكجامه ولاد الجريمه لهم جاي عندك ضيف راه ما يجبدش حتى البريكه ما خصوش يجبدها على حسب الصرف ديالنا والعقل ديالنا والتخصمين هو دار فيك هكا حابه تصح دير له هكا ب 10 باش ملي كيمشي من حومته شنو كيقول هذاك الرجال ولاد الجنان الرجال اللي عمر راس لعبه كيوليش كيهضر كيقول لهم غير فلان كيقول له ولد الجنان تكبروا بيا الرجال هكا كنحسبوها عاد كنصرفوها ما عليناش يا الله تمينا طالعين طلعنا من الدريجات طرق 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 ديالنا قلت له تسنى دخلت للدار زيت واحد جوج شليات البنادم ها فلان فلان مديتهم البنادم طلعنا في الدريجات مديتهم البنادم عليت وطلع الشليوات قلت له جلس عشيري جلس بقينا كنتسناو صاحبنا على ما يجيب لنا اللعيبات جاب الصغيرة بني ادم طلع اللعيبات حط الويسكي ديتها له قال لي لا ما نخويش اخي عايز قال لي ما نخوي ما والو حيت بنا الضيف راه كابغي قلت له ها انا قلت له هذاك اللي مشى جاب الشراب قلت له كب قال لي خي قلت له غير خوي ماك صافي نهضروا خاوية قلت له غير خوي لنا كامل
عطاني خونا قلت له افتح ما اخر حبيبه 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 طراق طراق ماما كارسن فتح بالبريكه قلت له نفتح طراق ندلي كيس حتى لقينا عندي عندك كانت ساوده عندي عندك عندي عندك بلا موسيقى بلا والو قطيعه كاينه هو جبد لي الفيلم قال لي داك النهار راه خايبوز قال لي ملي مشيتي قال لي خرجت لعند الاخرين قال لي ومشيت قال لي رونتها مع امو قلت له ها درنا معاك وما جاوبش حشوه ما بحال حنا اللي كوردناك قال لي لا قال لي مشيت ما خليتش لامو بواحد السيف قال لي بالسبان قال لي بحق ما خرجت عندي حتى واحد قلت له ما تقصى واحد ما قال لي لا راه ما تقصى واحد قال لي ما خليتلهمش قلت له حشومه قلت له شي راه غيجركم غير الله يدورك اما غتكردعو ولا غيكردعوك قلت له انت بوحدك هما انت قلتي كيجي هو وكيجيو عشرانو فاذا بعد ما غتولي قلت له قلت له انا راك انت صاحبي ما كنتعاودو في الشراب هكا عندك قلت له انت صاحبي بحال خالي وصاحبي بحال خالي بغيتي نمشي نهضر معاه ني نهضر معاه بالرجوله الا قال لي شي لعيبه لقيكم تصالحوا بيناتكم وجلسوا كاع كاملين نشربوا شي فشي خلا ونتا قال لها عمي عاد قال لي مع امو ما نتفاك ولا هذيك غير تولي غير تصارح حيت هذاك اللي ضرب 12 عام باس شي شويه على الاخر ما غيبغيش يتصرط له فهموا دابا الهضره كي داير هذاك باسل والاخر شويه حلو راه الباسل ما غيبغيش يتصرط له علينا شقينا على الروي على الضرب طرا طرا كنت واحد نص ويسكي هاد الوريقه هاد العشره كنت غير ب 640 داك الساعه القرعه ديال الرز قلت له سير جيب لنا شي قصه القرعه ديال الدراري قال لها واش بدا صاير قال قلت له لا تخلي فلوسك اصاحبي شوم قلت له سير سير اصاحبي قال لي صافي عمي عايز الاخر خطاب كاين قلت له بالك شي واحد شي موسيقى ولا شي لعيبه غير نجيبها قول له الفلان مع واحد العشران صافي اخي عايز مشات عطال علينا ما سالينا سكوت عطال الدراري جاب مسكين القريعات وجا قلت له عطلتي اصاحبي صافي بقى حنايا ما بلقنا بدينا كنطوخو قال لي اخي بوز راه نقلب على الموسيقى شي راه تعطل ياك لي هذاك هاني قلت له عادي ماشي مشكل تراك 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 بقينا هكا هكا درت شي وحده د الليل طاح الباص درت شي وحده د الليل على الهروي دوك خونا بلق هربط تسال الشراب قلت له امضرا خونا قال لي تعود معايا اللحوم مع عمي عز هادشي جاي لهلا عندي قلت له مشي معاك تمشي معاك تسال فين ما بغى فين ما طاب الطيب داك الدري وليني مسمع لا قال نمشي معاك عمي عزيز نمشيو معاك فين ما كانت كاع مان هاد الدري اللي طبط هادو بعد الشليوات هاي طبط ندخلو من الدار دقوا داهم ناعسين قال لي راه لقيتهم ناعسين قلت له حط الطموم غير باب الدار حطهم وانا قلت له نبدو شي طاكسي ربعة بينا كان دير قلت له غايا جي نتحشف شي باب جنك قلت له جي نتحشف شي طاكسي ما بغات توقف حتى طاكسي مع مبلقين ابنا الدروبة طرق 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 مي عاد الله وحومتو حومتو كان دخلنا لك السفلية وثاني فتح بالسوار دخلنا كان دخلنا بشي واحد السيف جبدو قلت له دابا هادشي علاش جايبنا انت غير باش حنا ندابزو او ترى ما ندابزو ما والو حنا غنتسنى بلا الميلاج عندك انا نهضر مع هضره ديال الرجال بغاو ندابزو ديك الساعه ندابزو قال لي خليك عمي عزنا لا ما تفاكل تم خارج تم خالص بعنا عندي تاع لعبه خارج بعنا وصل للحمص داك خون ها الدايره ود الفعل الله يعطينا مع امك ولا هذه هو كيطلل طلل داك بنادم ما مسطر ما الله مع امك قال لي هاك بوز انت انت مع قلت له انا راه غايجي قلت له راه غيسكر ما معنا والو قلت له قلت له نصالحكم قال لي اش كتورنا هذه يا اخو شاركين الطعام قلت له راه ما غدبز معاك ما والو انا قلت له قلت له داك الشيء صافي تدبر علينا مع هذه يلاه نمشيو بحالنا بقى لي بالسبان كندوزو بحالاتنا زر الريسو قال لي نجيب شي قرعه قلت له خير ما غنشرب ما والو قلت له صافي تدبر علينا مع صاحبنا دابا بحال درتي لي المائده انا وبقيت كنصرف داك داك اللعيبه هذيك ديالو حتى انت مع هذا كما نصرف ما ولا نمشيو بحالنا خوتي تقعدوا نمشيو بحالنا ولا تجلس تبات مع قلت له نمشي بحالي قلت لك تفنا سيدي يلاه واش تفنا لا ما زحاش تهلا في راسك يلاه عاوتاني مع هذا الله طلعنا بحالاتنا بحالاتي دخلت بحالي ناس بقيت غير في الحومه ما كنخرجش على الحومه اش كنقول القمر القمر تدبار تمشي عند هذا القراب كيعطيك تمشي عند هذا البزنس كيعطيك
تنشري بحال دابا شي واحد دير شي تيليفون كيقول لي من راه سارقو تيليفون كنمشي عندو كنقول له كيقول لي بوز راه ولا ابعثوا لفلان كنقول له بشحال كيقول لي مثلا ب 6000 كنقول له سير جيبو لنا تجيب لي الطويله فين كنملي نقلب فيه البيع عارفو بحال دابا التيليفون غادي كيتباع ب 80 فرنك 70 فرنك واش راني عندو بلان جاي معايا ب 6000 كنقول له قول له راه شي واحد كيعرف بوزي ولا غير ردوا له رزقك يا مصيرف كنجد لك الطويله فين كندير بنادم كنبيعو وليت عاد كنبوقر تي تيليفون 4000 6000 3000 وداك البوان دي عاوتاني كندير له شويه الفريق نقول باش نشربوا شي قرعه يا غزي الله يسهل عليك انا راه ما نقول لك قص دور معايا ما والو راه داكشي راه طلع لي فرنسي بس انا ديك الحاله شحال النار ود الحرازه انا واحد الدريري طبتين جوج قرايه الدروج ودنا الحرازه ترك 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 مي عبد الله ومشرابه بصراحه صبنا مويه وكنقزر واحد القادس كلسو فيه غير السكيريه غير مدرقات غير اللي كابرين في الكراج المساخط غير الحماق غير صحاب بويا عمر هو اللي ضرب 30 اللي ضرب 15 اللي ضرب 20 اللي ضرب 10 اللي ما ضربش كتلقاه ضرب 3 سنين ديال الحاج انا غادي نهز الدريري شويه كاين شويه جوج قريعات قطيعه العيبات صافي السلام عليكم ودري وكوش كيعرفنا فينا بوزي بخير لاباس بليس اخاوي صاحبنا جلس جلس جبد قلت له جبد ديك اللعيبات جبدهم حط وحده واحد الكويس بدنا القطيعه جبد القطيعه عندي عندك داك كنشربوا الموسيقى طالقين الرجال قال لي دير هاد الديسك اخويا بوزي جمع لي الدري وليا العشره اللي ضاربين معنا الحبس شركنا الشراب تخلطنا ولينا بين شي 15 ولا 16 ديال الرجال وغير السكيرية وغير الحباسة وغير المقارب وغير المدرقات ما فيهم شي واحد زعما كيصلي ولا شي واحد والو فيهم غير داك الدريري اللي معايا مسكين كيخدم على راسو الصناعة مبني بالهروي سمعتها ولاد الجريمة مبني غير بالمخناس بالكاس كيخدم مسكين كيكون هذاك كي ملي ما كيخدمش كنكون انا عاوتاني مدبر مبوقة في الميسة ولا داك عندي كيسكر معايا عادي حيت ولد عائلة تقول له سير شي بلايصة مسكين كيمشي جاية شادوزة شومة كلينا بينا شي 16 ولا 17 ولا 15 ما غنحسبهمش انا واش انا نحسب عنده وز لابين عنده وش لابين غير مكاري شركنا الشراب قال كاس داير اللي عنده البيرة اللي عنده الويسكي اللي عنده الروج اللي عنده المحيا ديال الديبو والكاس داير كندير هكا كنلقى داك الدريري اللي قال لي انت مع باز جاي واحد جوج دريوريين شوي كيجي الشراب ما شافنيش دابا واه جاي ما كتعير بنادم انت كتشوف من بعيد هو ما كيشوف حتى كيوصل على ترك 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 قلت لك الدريري قلت له ها هو صاحبنا اللي قال لي ديك النهار تنسمع حتى قرب لعنده قلت له فين صاحبنا خلي يضربوا الضو فين فلان ضربوا الضو قلت له زيد قص حدا قال لي اخي بوز انا تحت انا بالرجال نطلع عنده قلت له تسنى تنهضر معاه قلت له داك النهار انا راه جالس كنبلغ المره الاولى قلت له شوف المود الفلان الفلاني ومشيت بلاك معاه وتغديت معاه وبلاك معاه وقال لي اشني واشني قلت له نصالحكم وداك النهار جا عندي الحومه كيكبر بيا كبرت بيا قلت له انت براسي اللي جيتي عندي الحومه كبرتي جيت عندك كبرتي بيا راه انا نكبر بيك قال لي راني عارف عمي قلت له انا جاي غير باش نصالحكم قال لي لا يا اخي عازم اصحابي معاك ما تصرف معايا ما تحس بها ما والو تعاجي تجلس حدا انا قال لي قلت له غير اجي داك الشيء راه نسينا حنا الدراري صغار شاركين الطعام و جا مسكين هو واحد الدريوري صحابو جلس واحد القنيه حدا انا اجي تجلس حدا انا بقينا جالسين كنتهاودو كنطوبو الموسيقى مطلوقه عندي عندك هذا كيهضر هذا كيضحك واحد الصاحب بدا كيبلك هو داك الدريري هاد صاحبنا لي شنو قال لي قال لي خاي بوزي قال لي والله مع مو ما نتفاق قلت له شكون قال لي هذاك صاحبك اللي ضاربني وقلت له ضاربك سير ضربو حنا كنهضروا معاك هضره ديال الرجال ولا بغيتي تطليطو عاوتاني في الهضره انت انا راني حماق تبر لك نطليطو في الهضره قلت له خيلا سكرتي قال لي لا قال لي هذاك النهار فطيتي وجيتي معاه قلت له تسكت نهرس لامك فمك قال لي اش كتسب لي امي نهار واحد بنادم حدايا مع الدريوري ضربت هو ميكروب ديال الحبس قال له اش ما بغيتي صاحبي قال له حشو ما بوزي صاحبنا وكيعطيه قنط طلع في امه قلتي كي داير طلع في امه قنط تقول له بغيت الدريوري صحابو انا بغيت يسمو رباني قلت له صافي بعد من حشوم قال له كتبقى تتصارع على الرجال قال له كيهضر ما خلاك عارف السبان ديال انا تقعدت تمشي طراق
لا يا خسار كتسحام وحقالة وحقالة قلت له سير مسقصاش الله ينعلم امك الوالدين سقطت قلت له الله ينعلم امك الوالدين يقول على امك وقلت له انا غنعود للنجاري وغنجيو انا والاخر لعند امك صافي ويا هذاك انا كنسوق على الدراري قلت لهم شحال امي يكره عاودت لهم قلت لهم هذا فلان صاحبنا اللي ضرب قال لي رويج ولا خي عزيز هذاك بعد ما رودت لعنده كبر بيا مسكين بر لك وكي زعرت قال لي الدبس ما فين تلوح شوما صاحبنا وهذا انا بغيت ندخل لهم غير مخيط بيات وش هو بغى يرد احساسي براسي قلت له نرجع ثاني ندير الحومه دبر بيا في حومته كبر صبيه الليل قال لي سود معايا ودت معاه هز واحد السيف هو كيبقى كيسبوه انا مشينا معاه انا واحد الدريوريين كنبغي نردوه الاخر طلال لك كيقول لي انت جيتي معايا ياك اخاي بوزي قلت له انت سمعتوا الهضره اللي بقى كيقول شنو خصو هذا بهذا زاد واحد ضرب في حدو قال لي هذا خص امو اللي خسرها قلت له راه انا طلع لنا الحبس في راسنا خصنا نشوفوا شي حل لراسنا قال لي خص الساعه الضرب قال لي مشي للموسخ قال لي 14 الحبس على امو قال لي انت عاد تمشي للحبس قلت له راه شك والله قلت له راك عارف كنمشيو للحبس خا كنبوقر في ديك الريالات لا زياره لا طياره قال لي وراك كتعيش قال لي وانا ما خافش عليك كتدبر كتبيع الجوانات كتبيع النيبر وكتقمر كتحفر على راسك قال لي اللي كيجيو لعندو انت بوزي كتكريديه قلت له ايه ولكني واش دابا هاد الجلسه اللي جالسين معاكم الرجال اللي تلاقينا ياك في الحبس كان تلاقاو هكا كان جلسوا كيقول لي كنقولوا كان جلسوا هاد الجلسه هادي ديال دابا طرف لي واحد خونا قال لي لا اخي عاز قال لي عندك قال لي شارك جانا قلت له الجلسه هنا مع الحباب مع الرجال مزيانه قلت له الموز وسط الرجال نزاعه صاحبي قلبنا بقينا بالطبيعه الضحك طاح الباش طلع بحالنا هذاك الدريري اللي انا تعطى بقنوط قال لي والله تطلع معانا خاي بوزي تمشي معايا قلت له فين قال لي والله تمشي معايا لحومتي انا عارفو كيسكن في موفلوري قلت له قال لي والله تمشي انت وعشير قال لي كل شيء كاين خاي بوزي قال لي كاين دويره قال لي بين نجلس وقال لي متخممش عمي عز دار معانا الحبسه هو خصيب والديه عندهم الريالات غير هو عقلو موسخ مجرطم باش خصو كيعيش هو خصو يضرب فلان يدابز مع فلان كدا فهمتو كيفاش باش بنادم كما قلت لكم سبق كل دار فيها كيدار هو خلق الكيدار الدار حنا خصنا الكيدار الدار الاخر كيتلاقاو غير جراتين غير موسخين ماشي موسخين ذاتنا موسخين معقلنا حيت الحبس كيلاقيكش مع بنادم مزيان كيلاقيك كيما المكارب هو مزيان كتلقى منو قلبو كبير ظريف يعطيك عيني يعطيهم لك ولكن يزيد غير العافية ما غايقولكش يلا الحبل اللي نتلاقي معاه في العصر ما يقولكش يلا نمشيو نصليو اخي بوزي ولا نمشيو نبرع شي خديمة لا كيقولك يلا نمشيو نضربو فلان وعندي العداوة مع فلان ولا مع مومنت فلان علاش ملي كيكون داير الكاس كتكون الهضرة مع بنادم هاد بقى انا جاي جيتو لعندي ثلاثة بيكم صحابي جالسين كنشربو قلت لكم راه واقع لي مشكل مع هاد فلان والله مع مو ما نتفكش شنو كتقولوا نتوما مع الشراب ولا كتقول نمشيو معاك عمي عز حيت الشراب هو اللي كيهضر اما الا كنتي صاحي وجيتو لعندي قلت لكم عاد تقولوا لي لا حشومه هذاك راه بخير ظريف ولا تقول ما تمشيش شي دابزه خاي بوزي علاش ملي كتكون صاحي ملي كتكون سكره كتكون حمق يالله يالله بلاصه نمشي قلت له زيد نمشيو ما نضل قلت له زيد نمشيو تاع العافيه جاف يجمع الباكتاج اللي عنده شي لعيبه كيهز الصويق داك الدقيقه على كتافو كنطلع للمحطه محطه مي عبد الله بنا الطويكسي مي عبد الله وبافتو بافتو عاوتاني طويكسي حمراء مي عبد الله مو فلور ما غادي دخلنا لواحد القهيوه دخوه هما مدبرين هاد الريال جلس عمي عاد ما سكران جلس عمي عاد مسكين تشرب قهيوه صبنا القهيوه بقينا جالسين تما كنساعدو كل واحد ضحك عليا حتى لي قلت له يلاه نمشيو بحالنا صاحبنا لي هو قال لي صبر اخاي بوزي قال لي صبر انا شنو نعرف انا صام قلت له شنصبر يلاه صاحبي قلت له نمشي نجيبو الشراب وقال لي هذاك الشيء اللي كنتسنى قال لي راني صيفط مور العروي مور كاسكروطات مور العيبات قال لي باش ملي غندخلو قال لي ما نخرجوش قلت له في الخير اسيدي انا جالسين مجموعه الدريوريين صحابو قلنا وداك الدريري الدري مسكين حشمان كيتسكيف الجوانات ومبلق وانا عسل مع الدري واللي اخرين في الطوبية مع ضربين معايا الحبس مع الكراج كيلاقي مع الوسخ تا كيتم جاي بنادم جاي بلو شوية كشات فيهم الهروي والخير قالك يا الله يا الله
دخلنا واحد الدريه فتح باب الدار كنطلع لواحد الثالثه كي داير لي الثالثه مفرشه وكيجلس فيها غير بوحدو والخاوي الشراب كي غير مليوح تمايا مع ديما تا هو سكران كي دخلنا دخلنا سنيده شعل الضو شعل الموسيقى هي الاولى درافت اوفا اصلا قلت له خلينا نقص حشومة الجيران قال لي هضر عمو بالناس من جيران ولا مشي لمو بنادم اللي كيعطينا شي حاجه يعطيها لمو ما عرف الهضره ديال بنت مسعور تقلب توا غير على الحبس ووالديه عندهم القهوه وعندهم الشوايات لي سطورات كيقولوا له غير جلس واش اللي بغيتي 6000 في النهار 8000 10000 هو وكيدير فلوس شنو كيسكر خصو يدابس ما كيسرق ما كيبيع حشيش ما والو عنده غير مع الصداع يلا واش نخص دابا هذا واش نخص دابا ما يستاهلش الحبس قولوا له الجري ما يستاهل الحبس وانت كتشد 10000 8000 في النهار كلشي رزقك الصبر ديال التاليه اللي خرجت كتحل عليها فمك كتجي لقيت ما التاليه اللي خرجت كيشريوها له الجاكيط اللي خرجت التاليه كيشريوها له اولا انا كنقول شوف يلا كنقول شوف بنادم حنا ما كنلقاوش صار 400 وصاحبنا الممان هو كيدير الكارثه كيدير الكارثه واش فهمتوا اخوتي ما عليناش جبد العروي عاوتاني وبقينا طرق طرق قولها وضحك عليا هذا الموسيقى هذا كيغني هذا كيغني مع الديسك هذا كيغني ولين ولاو جاو واحد ثلاثه وحدين اخرين داك صحاب ولاد اللي كما كنقول لهم انا ولاد مسلم كنت شحال هادي داك ولاد عائله غير شنو هما خصهم يتخضروا يتقمقموا يجلسوا مع السكيريه يشرب حتى هو شويه حتى هو وينوض يغوت في الدرب جاو جلس قال هاكا ودجا بقاو جالسين كاس ضاير ها واحد خونا قال لك صاحبي داك الدري لي عشيري قالو برا برا مشي جوال الدري لي مسكين مبلك ما سكر بقوت الجوانات والهروي والبير الويسكي بقى غير داير داك الشيء جا داك الدري لي مسكين ما بحال ما واش ما سمعوش ولا تصنتلوش ولا بنا المراه كاورا مبلك ما شنو قال له قال له واش كتعامى شنو الهضره دابا هذاك عاد غيعرف دابا هو الخضره قال له واش كتعامى صحابو تي هذاك راه شي مريض بالحبس بس فيها كان قلت له سمعت شنو قال واش هضر معاك هذا قال لي لا قال لي الاخر قال لي راه هضرت معاه هضرت معاه قلت له مالك شنو خصك جا الاخر داك صاحبي اللي جاي من عنده الدار قال له مالك شنو خصك قال له قلت له برمشي جوان كيتعامى قال له هاد بغيتي الجوان ها هو هز هو 18 جوان وكيعطيه بكلا طراق غادي يضرب لك خونا تقيدر شتات صرا قلت له لا 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 حشومه قال لي غير تصار قال لي شتو جاي عند الضياف قال لي بغيت تصار عليك مو قال لي تصار على صاحبك قال لي نخسر مو قلت كاع هادي يا ولد الدايره يا ولد الفعل احنا راسو باش هذاك صحابو بغاو يمشيو قال لهم هي جلسوا انت جلسوا انت صبر مول الحشيش قال لوي قلت له حشومه قلت له دابا راه هذا راه وضحومتك قال لي راه غير تصار عمي عاز قال لي واش دابا انا لو ودت عندك لحومتك وعرضتي عليا دخلتيني غتبغي واحد اخر يبزدي لي صاحبي قلت له لا قال لي كذلك ومثال هنا تعرفوا بنادم الحبس كيمرض بنادم الخضره ديال الحبس راه اقبح حاجه هو الصرف الحبس والسيرفيس ديال الحبس هنا شحال باش كتجي في بنادم شحال من واحد جات فيه مش غير فيا انا دابا نحكي لكم هاد القصص شحال من واحد كيكون غير على صاحبه كيمشي للحبس كيكون وقع لصاحبه بحال المشكل او غادي صاحبه غادي بحال دابا انا وصاحبي كيوقع له مشكل مع شي واحد صدق خصني نضرب الاخر ها انا كنصدق بعدا غادي للحبس والاخر مسكين ما هذا هو المرض ديال الحبس شوفين كنا جالسين فرازا جات مدريقه بو عليا ولينا طلعنا دخلنا للدار ديال الاخ مشينا للقهوه دخلنا للدار ديال صاحبنا جلسنا كنبلك والسبب ديال هادشي كله شنو هو السبب ديال هادشي كامل اخوتي دابا خلاصة القول السبب ديال هادشي كامل هو الشراب ام الخبائث هو الشراب كما كانش سكران ما غيضربش داك خونا في حرازم كما كانش سكران ما غيضربش داك ودحومته بكلاطه ينشرو هنا خص بنادم يفهم يفهم القصه باش ملي بغي يدير بنادم شي حاجه يفكر يفكر راه الا لقيتي على الكاس وفوتي راك تقدر
دبر على الكارثه، كارثه اللي ما عمرك شتيها. باش انا ملي كنبقى نقول لكم هذا الهضره شحال من واحد صحابي راه كنفتخر انا بهذا الشيء، لا انا غير كنعاود لكم باش يستافد بنادم. يجلس يتصنت ويروى. سمعتي ولاد الجريمه؟ ترواو الكجام فين غادي؟ اما الا ما رويتيش الكجام مشيتي فوندو، مشيتي تقلب على الفاني. غير البارح تلاقيت بنادم قال لي واحد عطاوه 10 سنين على التليفون، غير البارح تحكم له ب 10 سنين على التليفون. باش نزيد لكم هذه المعلومه أسريك تلويف يا ولاد مسلم اللي كتبغيو ديروا المشاكل، انا كنعاود هذا الشيء قديم ماشي دابا، كنعاود لكم هذا الشيء راه قديم باش تفهموا وتعرفوا. ما عليناش، بقينا طراق 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 تسال الشرع. انا حسيت براسي تغلبت، قلت له صافي انا ندوز بحالة داك صاحب داك الدري لي عشيري مع الجوانات والشراب والموسيقى وهادي مولف داك الشيء. جات سكا واحد الداري ما يحيدو السدر ديال هذاك خونا يحطها في الرجل، قلت له خليها خلي الناس. قلت له صافي راه نفنوا بحالنا نمشيو بحالاتنا ما تصرفش. راه قال لي والله ما تمشي عمي عز، قال لي زاد الشراب نجيبو، قال لهم صبحوا هادي. قلت له ها عام سانيت انا نطلو اجي نقول لك. قال لي شنو؟ جالسين في الصالون الكوزينه، من الكوزينه قال لي يعني. قلت له اسمع نهضر معاك اخاي. قال لي شنو؟ قلت له دابا فين جالسين؟ قال لي عندي. قلت له بغيت شي مضى. قال لي شنو غادير بها اخاي بوزي؟ قلت له بغيت شي مضى مالك؟ قال لي شنو؟ قال لي جالس في دارنا اخاي بوزي. قال لي لك ايش اللي هذاك اللي هضر شي واحد؟ قال لي راك عارفني راه مهم وما تفهم. قلت له راك عارف الشراب هذا وراه بنادم كيحماق نلقى بعدا غير باش قال لي جلس عمي عز، قال لي احسب راسك رقاص في داركم. قلت له سالات الهضره حتى حنايا كاع صيفط مور الشراب. بقاو كيمشي مشاو داك الدريوريين ولاد عائله بقى كيمشي بالواحد. بقيت انا وياه وداك العشيرين منومس. شنو هي منومس؟ هي حط القناق وراقل واحد جوج صحابو ها هما بخير. هذوك غير الطوبيه والضحك هذوك من الاول هما غير الطوبيه والضحك وكيسايسوا معانا كيشوفوا يزرب بحال هما مكومنين منه كيخافوا منه مضاشرين منه. الشراب جا الشراب بقينا على الاروي الدراب الدراب الدراب. صباح الحال درت شي 8 من 8 ل 8 ونص المهم الساعة من الشرا مني غنخرج من خرجنا من الدار فيقت انا الدريري زكاعات غسل وجهو قلتلو زكاعات غتشرب؟ قال لي لا. بقات واحد شي نص قرعة قال لي لا كملنا حنا كاملين. خرجنا خرجنا دزنا من الدار ديالو طرق 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 القهيوة. قال لي فطراو اش اش فطراو اش حنايا مبلك عين ونفطراو. قلت له واش كاتب مريض ولا حماق ولا يا شربوا يا قهيوات؟ قلت له زيد. قال لي نزيد نكمل ونزيد الشراب. قلت له اللي بغيتي صافي راه الحماق شدني الهبال غيقبض. تندخلوا للقهيوة قال ساسا الكونطوا قال لي صوب قهيوات العشرين صوبهم. جلسنا ضربت كيكة من القهوة أنا حطيتها وكنشوف السيد ناض جالس حدايا ناض. قلت له فين إبراهيم؟ سمع ما عارفين السميات مكانش كنبغي نجبد فين إبراهيم. قال لي أنا جاي عمي عزيز. مشى فين غادي؟ مشى عند واحد موساكا. عند موساكا شبك يا دخل القارة ولا مع شنو بقى معاه كيزقد عرض داك موساكا زارب على موساكا وجا إيجا السيد جلس شو بحال مغير. قلت له مالك إبراهيم ياك لاباس؟ قال لي مالك؟ قلت له قول لي مالك بس نعرف علاش ندخلو. قلت له يا دابا إذا دابا حنايا وقيلا بحال شي حمايد. قلت له جالسين ولا؟ قال لي أخي عزيز هذاك موساكا ديال مو أنا موسخ. قلت له مالك؟ مشيت قلت له باكي هاد القارة وقال لي واحد اللعيبات بقا كيتجعف عليا. قال لي زربت على مو. قلت له حشومه. قلت له باش عيط للمخزن. قال لي عيط سال مو. قال لي عيط سال مو. قلت له اش غدير؟ يلاه غيتحرك مني. قال لي يلاه من هنا من نمشيو. نط انا خرجت فين هاد موساكا؟ قال لي راهي نط انا كنمشي طلعت على هاداك موساكا غير دزت من حداه كنلقى نغسلو البيترينه قلب داك الشيء مول الجوقه مجموعه مول اللعبه ما كاينش. صامت اخوتي جيت قلت له راه الشوق قام سد البسيل وشكر ونتي داك الشيء راه مشي بحالتنا.
قال لي يا خلينا خاي بوزي جالسين. قال لي يعني يا قال لي دبي يفريوا مولين الدار. استنيت نقول لك اخاي انا نمشي بحال الكدره ودائره ما ضرب حبس ما والو حنا نتقنبلوا نتقنبلوا كني نمشي نمشي بلاصه واحده اخرى. يا ديك الساعه فين ناض ناض مشينا عند هذا القراب صاحبو جاب جوج قرعات الدروج قال لهم ليو الدار نجلسوا. قلت لهم مزيانه مربوحه تخبعوا شي بالقهوه حتى تم جايه البريه ولا جاي يجيب الاخر خوت وحنا ما عندنا حتى لعبه نبقاو كنتشايروا بالشلي وبالكيسان وهكا خلنا للدار. طلق الموسيقى جهاد لك غير نقصر الصباح هذا باش نسمعوا حتى الهضره ونسمعوا حتى شنو كاين الحيط في الثالثه. بس نقينا الدرك درك درك القرعه الاولى الاخرين شبعوا نعسوا الدريري تا هو قلت له شطر معانا قال لي ها خي بوزي انا حماقيت وداك الاخر حماق داك عشيري حماق. درنا القرعه الاولى وكنسمعوا في الباب دقات طق 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 شكون جاي خوه خوه هذا خوه هذا مول الدار فتح له وجاي مع جاي مع داك مول الساكه وربعة د الحماش داك فتح له كيتيسو هذا قال له هذا قال خورين ناعسين كيقلبوا على المضى نوض نوض قلبوا لي انا ما كان عندي والو سكران قلت لهم سكران في الدار قلت الدريري يلا صار شي كاس سكران قال لهم لا قال لهم راهي كاس مع الجنه قلت له راهي جا معايا بدعوهم سين راه عاد جينا من الحومه قال لي فين كتسكت له بالجنه اش كيعيط لك بوز قال لي بوزاي جلس قال له مالك مع هذا قال انت ما رسلو الطراقه راه يديك شكلوه شكلوني انا وداك الدراري مساكين تديونا للكوميساريه تما الكوميساري ما عرفش ما سميتها تراك 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 الضحيه معاه شكون اللي شكون اللي قلب لك هادشي شكون اللي دا قال لهم هذا الاخرين كانوا ناعسين ما عرفش قال لهم هذا وهذا وهذا قال لهم لا ما كنعرفهمش ما شفتهمش قلت الله هذه مزيانه طرق كيف تحاول الدريري لما ينوط هنا مسكر انا والو انا ردوا لي يدي للور كتفوني قالوا داك الدري كاع تسير بحالاتك الاخر تاهو مشكل زيدوا لي قلت لهم انا ما كنت ما درت حتى شي حاجه قال لي تصنت هاد الكوميسار قال لي اسمع نهضر معاك قال لي انا عارفينك ما درتي حتى شي حاجه قال لي واش الشراب سكران قلت له قال لي غتبات على الشراب ملي قال لي على الشراب زيدني قلت الحمد لله والله ما الملاقه ديال يومين ولا الملاقه ديال هذا غير انجيلو بواه وخوته يا عمك بوزي الا داروا غير هو التنازل والتبريئه شكون اللي غيتكبلوا فيه عمك بوزي غيمشي للكراج كان قال لهم هو ما عليناش بقينا جالسين تمايا هدرت شي جوج ولا ثلاثه وحنا جالسين طبنا غير بالكلاد الكوميسار هاك يسمو جاي زيد زيد ما ينهض طرق تصفوني انا وياه قلت له شنو قلت له قلت له انت دبرتي على راسك قلت له كنكبوها فيا وانا ثاني انا يا غارق مشاكل قلت له وشبعت حبات شبعان حباسات غير على السرقه وهادي ما غنمشي بشي في المنداف انا وياك ها قال لي يعني يعني وغنبلق انا بحالي تواقد شي شويه قال لي اشرب بحالي تواقد كيديونا مي عبد الله ولا بيجي لا بيجي غنبلقين نيشان بطون اللاكاب دخلنا اللاكاب ياك لاباس ابوزي قالت لهم غير الشرب خصني غير نعس خصني نحط راسي انايا دخلت عشاك من الطواليط وغسلت وجهي وليت كويشات حطيت راسي نعس كنفيق حتى لغدا في الصباح حتى لغدا حيت صحاب الشرب ما كيطلعهم لي عمروني ما كتجي غير تسني جاو لغدا سني 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 والاخر عاد تواكدا قلت له شتي قلت له انت بغيتي تدبر عليا انت دبرتي على راسك تمشي للحبس قال لي لا خاي بوزي قال لي راه الواليد وخوتي راه غيفريو لي حنا اليومين كيقدمونا لا كابد المحكمه عاوتاني ديال الابتدائيه بقينا عندي عندك عندي عندك الهاوده قولها وضحك عليا الدري ولي عارف راسي انا غير الشراب خارج صحاب الشراب كيخليو ما توالى كيدوزو صحاب المناتف بادر له المحامي واش حصل انا جاو مع داك مول داك مصاكا عند علاش عندهم القبض كيعيطوا له دخل مع المحامي طرق 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 ما شفت البلور الكفاله خلص صاصرا جمعنا خرج بحالاته
شي ساهل المكانه مورا انا هو ما ولاش انا حكم تجربه الحبس وهذه راني كنفهم وكنعرف طرق قيت كنقول انايا قيل خرج بحالو وقيل راه شي بيت داو بيت واحد اخر قيل خرج قيل اعتقلوا راه استشار الساعه كعيط لي بوليس كعيط لصحاب الشرب حيط لي انا وحيط لنا بعنا شي خمسه دوز دوز زيد 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 سميتك سميت امك سميت باك علاش مجدد على الشرب سني سير بحالك سني سير بحالك كنخرج كنلقاه مازال واقف هو وباه جوج خوته ومو وداك مو الصاكا على سلامتك على سلامتك بخير لاباس هاد صلاه جاب باك ليا ركب معانا وليدي نوصلو صافي الوالد انا شت شي طوبيس نعود بحالاتي كان كيجبد وين الفريال با قال لي قال لي تمشي تغدى معنا داك صاحب قلت له غير سير اخي انا با قلت له غير سير اخي غنود بي حالاتي انايا با وين الفريال جديتها طويك سمي طيشة حمرا مي هاد الله باب الحومه ديالنا زرق الضويره دخلت زيت صويك ديال الحمام مشيت تحمحمت الحمام دخلت تحمحمت ما سولوني والدي الا فين كنتي لا والو موت طير تقنبل ما عندناش مشكل فيك دخلتي على واحد الفيل على واحد المرقوبه دبر راسك شوف اخوتي فين كنت وشني هو السبب وشوف فين كنت غنتوعر هذا شنو هو السبب ديال هذا الشيء كامل هذه القصه كامله السبب ديالها هي المخالطه مع بنادم السبب ديالها هو الشراب الشراب والمخالطه في قلب الحبس ملي كتعاشر مع بنادم في قلب الحبس كتعاشر معاه كتولي خصك ما تخرج خصك تطلاقه يجي يقلب عليك ولا انت تمشي تقلب عليه باش تجلسو باش تسكرو باش يقدر يدبر عليك بشي هاي دوره يقدر يدبر عليك مونتي في جنايات يقدر يدبر عليك في التضراب يقدر يدبر عليك التعوق يقدر عليك يدبر عليك بزاف د الحوايج دابا هذاك كنت انا مشيت معاه عند موساكا ها هم بالك مشيت معاه عند موساكا هو غيقلب لي وانا غنقلب غترونت وانا نضربو بشي قرعه ولا بشي مصيبه كحله هو والدي عنده الريالات اخوكم ود الجريمه ديالكم ما عندوش 400 في جيبو فين غيمشي للكراج ومنين غيمشي للكراج ني الطياره ني الزياره ني حتى حاجه واش فهمتوا دابا القصه اخوتي اللي قلت لكم هنايا هذه قصه الاصدقاء المعكسين الصحاب اللي يدبر عليك في الكارثه صاحبك راه بالربح ماشي بالخطيه وصاحبك الشي لا جا قالك يلاه ضرب معاك الحبس وقالك يلاه نشربو غير بعاد منه غير قيلو يقول له اخاي انا بقيت كنشرب ما بقيت كندير حتى شي حاجه وليت كنصلي باش تحاول تجنب ما تمشيش للكراج قلت لكم اخوتي تحمحمت وليت للضويره قلت حويجاتي وليت للضويره عطيت كدا خرجت للقهوه بقيت جالس كنقول شنو غندير شنو غندير ما عندي ما عندي راه خوتي خوتي بقيت كنحلل وكنفكر كنحلل وكنفكر شنو غينوض يدير بوز مشيت لعند واحد خونا عاوتاني كنخدم الصنعه ها كنت الصنعه في يدي قلت له خصك شي خياط النعال شنو قال لي اش سابوزي غتخدم نتايا ها هو بنادم كيولي يرد لك عاوتاني للكارثه قلت له مالي ما نخدم ما والو قلت له علاش ما نخدم قلت له راه قلت له غير بنادم ضارب الحبس صافي اش انت سابوزي قال لي تقد 80 درهم ولا 70 درهم في النار ما هو غير في الحومه كنشوف قلت والله الا فري ما نخدم ما والو خليني غير هكا غير في الكوارث هذا اللي رجعت للعادة القديمة رجعت للعادة القديمة الكارطة عاوتاني ودور في الدروبة من عند هذا من عند هذا من هاد الميسة لهاد القهوة من هنا لهنا كنبغي نشرب وليت كنمشي نشرب بوحدي باش كنحاول نتجنب الكارثة الكحلة باش ما ندبرش على الكارثة بلا كيتسلط عليك البلا كيتسلط كاع سين عاوتاني كنشرب جاو الدريوريين ولاد الحومه فين فين بوزه طلعت تسكر معانا
فين عند واحد بنادم، فين جات دوار الريافه. انا قلت لهم غير سير، ما فيا ما يشرب، ما فيا ما والو، ما فيا ما حتى شي حاجه، انا خليوني غير هنا قبل لا تمشي معانا. وما كيحلفوني كنحلف، انا الشيطان شني قال لي، قال لي سير معاهم. مي طالع معاهم ترك 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 ترك، وصلنا للميزان غنتمو خاطعين باش نقطعو. جيت قربنا قطعنا الشانطي الاول الشانطي الثاني، وكيبان لي واحد خونا كيهضر في واحد التليفون. انا غادي معاهم مبلط، كنزيد حدا كنعطي فيه الطراق وكنوض سبك دا 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 دا. ميعاد الله ميعاد الله، وقطعت السكة وانوض سبك حتى وصلت فوق. قياس كنتسنى الدريوريين هما جايين، قال لي واحد خونا قال لي بوزي، قال لي دغيا درتيها بلا والدي. ايوا قلت له هانتوما، كنت جالس هاني، يلا طلعت شرب. فين غنمشي؟ نمشيو للكوارت. زيد اخوتي نمشيو للكوارت. بقيت نجا الدريري بالموتور، فين اخاي عزيز؟ جلسنا بصينا زعما المجمع، هذاك الدريري مول الموتور، وقع له مشكل مع واحد تما صاحبي، الدريري مول الموتور صاحبي، وقع له واحد مشكل تما. كيوصل الاخر بدا حسين واحد بوكور دا كيشير على الاخر، خلى الموتور وكيتمر. بس انا قلت له لا حشومه ما تشير عليه ما والو. قال لي مال امك انت زيت الحجر بقيت كتشيرو داك الدريولين صحابو ولاد عمته. لا دوروا لي حتى هي انايا كنوض سبق ميعاد الله وسكا. قلت له الدري زك الموتور هبطو كنوض سبق ميعاد الله وسكا. بقيت معاهم بالحجر طرق طرق، كان هو الحومه ديالنا كان لقى داك الدريري اللي مول الموتور، لقيتو في الدرب كيلهت. قال لي فين هو خاي بوزي؟ قلت له مالك معاه؟ قال لي عاشني راه وقع لي مع مشكل. وقلت له راه مع المشكل وطالع انت لعندهم، علاش طالع؟ انت دبرتي عليا حتى هي انايا معاهم. ورانا كيتسمى هو داك خونا بالموتور كيضرب واحد الشيباني في حومتنا، ضربو داك الموتور، طاح داك الراجل مسكين. الراجل طاح مول الأمانة كيدي أمانته. الله وليت جا عندي كيسبق. قلت له ما قال لي راه ضربت واحد الراجل بالموتور. قلت له اخر، قلت له راه صورة سي. قال لي اخاي بوزي ما ضربتوش نيبش. قال لي ما ضربتوش من الغاميز. قال لي ما ضربت. قال لي راه مات. قلت له شنو غادير؟ سير ديك لاري بموتورك تسرق لك. ايوا شنو باش نمشيو حنا كاملين على الفاني؟ شكانا وروينا شكون داز فيه شكون داز فيه شكون داز فيه. هذا الموتور فلان، لا راك راكب عليه فلان هو اللي داز فيه. قالوا لي نسالك الموتور اللي جا عندهم المخزن. قالوا لي الموتور داو. وقال لهم انا هاشني وهاشني وها القصه. طلعت لان الدراري نشرب معاهم، جبد عليا بلا المنضى كيشير عليا. خليت الموتور بوزي، هربت خليته وحده. بوزي عطى الموتور لواحد الدريري الفلان بالفلان، جا عندي بوزي ساكيتسم جاي الاخر. قال لي انا درنا قصيده. قال له كان مع بوزي؟ قال له لا بوزي راه كان معايا. اولا المخزن داك النهار عاوتاني هو هربان داك الدريري، وجا كيبقى يشرب معايا وهرب من هنا لهنا لهنا. كيقبدوه قبدوه كيديوه. انا دخلت الناس في دارنا، كيجيو مورايا على الصباح كيديوني تا انا. كنتي معاه ما كنتش معاه، كنتي معاه ما كنتش معاه، صنتو كنتي معاه ما كنتش معاه. كيديوني داك الراجل ساكن قبالتنا كيديوني. قال له كان معاك؟ قال له لا بوزي ما كان معايا انا والو. طرق طرق بصحو لي. قال له سير بحالك. قدموه هو، قدموه كيعطيو داك الدريري 4 شهور. 4 شهور موراها انايا عاوتاني نمشي 15 يوم. كان مراق دير لي جوج بلانات وحدين اخرين. شوف بنادم ملي كيمنع من حاجه ما دايرهاش كيصدق في حوايج وحدين اخرين. واش انا راقد في دارنا تا كنسمع دف 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 دقان؟ قلت له مي شنو كاين؟ فتحي الباب كتفتح الوالده. صباح الخير بخير لاباس؟ شكون نتوما؟ البوليس. كاين عزيز؟ قلت لهم كاين. كلمينا نتصل. قلت له واك لاباس؟ قال لي البس حوايجك البس حوايجك. قلت له بيك الغارات. قلت له راك، قلت له ما عرفت لك تسون على الراجل واش انا شنو داير؟ عاوتاني شي كارثه. قال لي ما كاين والو بوزي. قال لي وكان كان شي حاجه. قال لي راه حنا تقنع عليك هذا نهضروا معاك هكا. يتبتوني استعويجاتي. دخلت الطوالت غسلت وجهي يد الله والنبي رسول الله ما كيستناوني في الباب. خرجت معاهم بلا مينوط بلا والو.
قلت انا غادي يسولوني على شي لعيبه ولا على كيوقع لصاحبنا. هادشي اللي حسبته صرفته طرق حدا واحد قهيوة خلوني في الطويني بير الكابس غادي كيتساودو معايا بابي خير دبرك داير عقلك هاي مثبتي لي طرق وصلوني للكوميسارية تحومتنا. هي وصلني للكوميسارية قال سي عزيز راه يديك شنو كاين كاع غير راه يديك دابا صافي ما طرق مع واحد اللعيبة الحديد قاس قاس اشنو عندها خوتي دابا بلاتي بوزي شوف شنو كاين قايت شي نص ساعة وانا قاس الساعة كيتسمى جاي واحد الوريق لاباس قلت له شنو عندك؟ ما عندوش بلانات السرقة بوزي قدامين قلت له انا راه ندوزت الحبس وراه ساهل من هاد الشيء شحال باش خرج وانا كارثة مور كارثة انا ديما انا الكوارث كتسلطو عليا هادا ما نديرولك قلت له ما عيطو لهاد الضواحي داك الشيء راه قديم حنا نشوفو لك هاد الضواحي الا جاو قالوا ماشي انت راك تمشي بحالك قالوا انت راك كيتسبسوني بقيت كاس تعال شي ثلاثة ولا ربعة د العشية وثاني راه يديك سميانة طابوزي الصطافيك مع عبد الله والولاية الولاية طلعت عاوتاني للفوقي اشنو عندي شنو عندي بوزي قلت له عندي جوج بلانات السرقة انا ما نضربوك ما والو هاك من قدامي صدعوا لي الضواحي قال لك احنا نشوفوا لك الضواحي هبطوا لك هات وسط الوريقة والمهنوط وسميت هو دلاك مد له الورقة لك البوليس عاد البوليسي قال يا بوزي انت ما بغيتيش تحشم قلت له هذا قال لك راه جوج بلانات قدامين يالله واش ماشي الحماق هكا قلت له دابا هذا على الله وقال لي وراك داك النهار قدموك داك البلانات قلت له ما تبداو لنا جوج بلانات يالله شنو ندير واش نقج راسي واش قال لي ويدير الله خير قال لي جاو الضواحي راه يبريوك تخرج بحالك سمعتوني قال لي صافي بوزي راه جاو براوك راك تخرج بحالك المهم تكوي الشات خالص هنا تعرفوا والحماق اخوتي المخزن تعرفوا المخزن تصور حمق خرجت تقبط مع الاخر يومين ما جبدوا لي حتى حاجه خرجت مع عند الوكيل تقبط مع الاخر الشيباني في الكوميساريه تلقوني وانا صار في الحماق انا كنقول ما عندي حتى حاجه حتى هما جبدوا لي جوج بلانات السارق ماشي الحماق هذا خوتي هنا تعرف المخزن حتى هو راه مهلل المهم بت داك الاول الثاني اجي سنيس على المريقات خو كومبوزي غيت الله المحكمة الله والنبي رسول الله المينا وطاد الزيد ميعاد الله وصطافيك صطافيك اخوتي غنخلي لكم الحكاية صطافيك وغنكملها لكم ان شاء الله باذن الله وسمعوا نقول لكم اخوتي راكم عزاز عليا واللي ما ابونيش انا كنقولها انا كنذكر لكم ابوني وما نبقوكم بوزي غمس وكتب كومونتير زويون وتحياتي ليكم تحياتي للمغاربه كامل داخل الوطن او خارج الوطن والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اقي واعاوتاني بغيت تعظمهم